مين قعدت القهوة؟ الأستاذ ماجد. قاعد لحاله ولا معه حدا؟ لا لحاله. إلي كان يلا أعطيني القهوة أنا باخد له إياها وبشربها معه. لا تفضلي حضرتك سبقي لي لعنده أنا أجيب لكم القهوة. لا ما عادش أنا باخد له إياها. طيب مثل ما بتحبي، رح أجيب لك فنجان ثاني. تعي ما في داعي، بشرب أنا وياه من فنجان واحد. على راحتكم. أهلين سحار. أهلين حبيبي. إن شاء الله توفقتي واشتريتي اللي بدك إياه من السوق. ما اشتريت شي بنوب. ليش؟ لأني قابلت فوزية خانو وقالت لي إنه الشهر الجاي رايحة على باريس، فقلت لحالي ليش لحتى اشتري شي يعجبني وشي ما يعجبني، فرد مرة بروح معها على باريس وبنقي اللي بدي إياه. مثل ما بدك. تفضل حبيبي. ليش أنت جايبتيها؟ وينها جميلة؟ ليش بقى؟ يعني ما عاد تشرب القهوة إلا من إيد جميلة؟ ما بصير تشربها من إيدي؟ لا ولو إيدك أجمل إيد والفنجان منها أطيب فنجان. صحتين وهنا إن شاء الله. وين فنجانك؟ أنا ما بدي هلأ شربت قهوة مع فوزية خانو. أنت شو قصتك اليوم؟ من الصبح وأنت عم تتهرهري وتتغندري وقاصة شعرك وعاملة تسريحة جديدة؟ شو نسيان إن اليوم ذكرى ميلادي؟ لا مالي نسيان ولو، عامل حسابي وحاجز لك أحلى طاولة بأرقى محل مشان نحتفل فيه بهالمناسبة السعيدة مع بعض. وراح تقدم لي الهدية على الطاولة؟ طيب ما بدي أعرف أنت شو جاي على بالك لحتى أعرف إمتى ووين بدي أقدمها، لأنه خايف جيب لك شي أسوار ألماس تقوم ما تعجبك. منيح اللي ما جبت لي أساور، لأنه صار عندي مجوهرات كتير، ذهب وألماس وياقوت ومن جميعه. طيب شو جاي على بالك هدية بعيد ميلادك الأربعين؟ ماجد بزعل منك، لسه ما طبقت 30. ومين قال إنك طبقتيهم؟ أنا قصدي أقول إنك من مواليد الأربعين. ماجد لا لا المهم هلأ شفتنا في سيرة الأعمار أنت الثانية، أنت بعيني على طول بنت العشرين. قليلي شو الهدية يلي حاطة عينك عليها؟ إذا قلت لك عليها ما بتخجلني؟ ايه ما عاش اللي بخجلك، انت قولي وقوي قلبك. مو عاجبتك سيارتك المرسيدس موديل السنة الماضية؟ بدك موديل السنة ما هي؟ ماشي حالها سيارتي، عم سكج عليها. بعدين عم يقولوا انه السنة رح يطلعوا موديل حلو كتير. يلا بتشتري لي اياها على عيد ميلادي جاي. طيب وعلى هالعيد، شو بدك اشتري لي؟ حاجة تعذبيني سحار، قولي وريحيني. بدي تهديني المزرعة. أنا ومزرعة؟ مزرعتنا. وليش عم تطلبي المزرعة؟ مو المزرعة إليك. هي صحيح إلي بس مو باسمي. إيه على عيني، هذا هو الطلب يلي خايفة خجلك فيه. تكرم عينك، من بكرة بتكون المزرعة باسمك غيره؟ سلامتك. تفضل أستاذ. تعال لا تروح. نعم. شو بتحبي تتعشي عيني؟ أنا من جهتي مالي قدراني آكل شي. شبعان من فرحتي فيك حبيبي. وأنا كمان شبعان من حبي إلك يا روحي. طالما شبعانين ومتخمين يجيب لنا شي نهضم فيه. قلتك جيب لنا علبتين كازوز. كازوز؟ شباك نازلت. عم بمزح، جيب أطيب أكل عندك وفرش لنا على الطاولة. هيك أستاذ، يا هيك طلبات يا بلا، خمس دقايق بكون طلبك جاهز أستاذ. تعا لا تروح. نعم. توصلي بالشنجليشات ها؟ حاضر. تعا لا تروح. نعم. إذا عندكم زيتون محشي جيب لي صحن. حاضر. تعا لا تروح. نعم. وتوصلي بالكبيس الله يرضى عليك. حاضر. تعا لا تروح. مور استاذ. خد هاي حلوانك سلف، وإذا استحملتني لآخر السهرة وخدمتني منيح بدون ما تنزعج إلك عشرة مثلها. رح اترك كل الطاولات وتفرغ لخدمتكم. هلا روح. شو بك واقف؟ شو بدك؟ ما بدي شيء بس خفت تكون نسيت توصيني على شيء، فرجعت قبل ما تعذب حالك وتقلي تعا ولا تروح. برافو عليك، عجبتني كثير، بامكانك تروح. حاضر. تعا لا تروح. نعم. لا تنبسط كثير، انا صعب قرصون يتحملني لاخر السهره. انا غير كل القراصين. ايه لنشوف، بامكانك تروح. ماشي. هلأ ما عادت بطل هالعادة مع الجراسين، كل ما رحنا لمحل بتعمل فيهم نفس الفصل.
محروق قلبي يا سحر من هداك الشخص اللي كان يعمل فيه هيك فصولة وقت كنت اشتغل قرصون وانا عم بدرس بالجامعة. كان ياخدني ويجيبني 100 مرة على روح وتعا ولا تروح وروح وتعا ولا تروح لحتى طالع روحي. ماجد هلأ مزرعتي شو بسوى سارة بهالوقت؟ ليش عم تسألي؟ بدك تبيعيها؟ لا يو شو بيعها؟ يعني معقول انت تهديني هدية وبيعها؟ أنا رح حافظ عليها وداريها بعيوني. بس أنا عم أسأل لحتى أعرف قديش أنت بتحبني. يا ستي حقها بهالأيام بين 20 و30 مليون. إي معناتها مو بس بتحبني، بتموت فيه. شو بالحلو زعلان؟ يعني ما بتعرف، ليش ما اجيت امبارح؟ لوين؟ للمحل اللي طعتني فيه 3 ساعات وما اجيت امبارح. حقك علي، ما قدرت اهرب من مرتي، امبارح كان يوم ميلادها ولازم نحتفل فيه سوا. يعني رح تجي اليوم؟ ليش انا بقدر اتاخر؟ لا تزعلي، اليوم رح طالع لك الفرق. شوفي عنا جدول مواعيد. يا سيدي عندك اجتماع الساعة 9 مع رؤساء الاقسام عشان نناقش خطة العمل. الغيه، في اللي اهم منه. شو؟ عندك اجتماع بالوزارة بهالوقت وما لنا خبر؟ لا، جاي لعندي ناس كتير مهمين بهالوقت. رح يطولوا؟ ليش؟ لا، بس مشان اعرف المواعيد اللي بعده ورتبها. الو، مرحبا ماما. كيفك؟ الحمد لله انا منيحة. وماجد بيسلم عليكي. وانتي بخير ان شاء الله. الله يخلي لي اياكي. طبعا احتفلنا بس ما عزمنا حدا، عملنا هيك حفلة صغيرة وطفيت الشمعة انا وماجد. الله يهنيكي. احزري ماما ماجد شو بده يهديني. المزرعة؟ لا طبعا، معقول انا اطلب منه هيك طلب؟ هو ماجد ماما كان بده يهديني المزرعة والفيلا بس انا ما رضيت، قلت له خلي الفيلا للسنة الجاية. مرحبا يا أنسة. أهلا وسهلا. أهلين. في عنا موعد مع السيد المدير العام. حضرتك سيد قاسم؟ لا أنا ممدوح، قاسم بيك بيكون جنابه. حضرة المدير العام انتظاركم. أهلا وسهلا، تفضلوا. أهلين وسهلين. 9 على الثانية، على الموعد بالضبط. قاسم بيك على طول موعده دقيقة. يا أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلوا. شو تشربوا؟ معلش يا ريت نأجل موضوع الشرب لبعدين، لأنه وقت قاسم بيك ما بيسمح له بأكثر من دقيقتين لنحكي بالمشروع اللي جايين نعرضه على جنابك. وين المشروع؟ تفضل يا سيدي. مشروع عظيم، بهنيكم عليه. ايه بس قاسم بيك طبعاً بأكثر من عبارات التهنية. وكون مطمئن إنه كل شيء بتملوا. وأنا تحت أمركم، بس هيك مواضيع أنا بفضل نحكي عنها برات المكتب. ونحن ما عندنا مانع. وين بتحب نلتقي لنحكي بالتفاصيل؟ عندي بالمزرعة، إذا بيسمح وقت قاسم بيك. ونحن موافقين. عظيم جداً، مزرعتي بتعرفها مو هيك؟ طبعاً بعرفها. ليش اللي بيطلع لمزرعتك بيقدر ينساها؟ حلو كتير. اليوم الساعة 3 بكون محضر الباربكيو وعم بنتظركم مشان نتغدى ونحكي. ونحن موافقين. قاسم بيك خلص وقته، تسمح لنا؟
اه طيب على راحتكم، بيظهر ما في فايده اعزم عليكم. تفضلوا. شرف. تفضل قاسم بيك. يا اهلا وسهلا ومرحبا، شرفتوا. بركم يا ميت مرحبا، اهلين وسهلين. تفضل قاسم بيك. الله معك يا سيدي، مع السلامه. الله معك، شرفتوا. السلام عليكم. يا ميت مرحبا. شو هالقاسم بيك هاد؟ فمنا المصاري بتقل الواحد، بس بتقله لدرجة إنه ما يحكي ولا كلمة؟ هاي ما شفتها بحياتي. اطلبي لي المحامي كمال، بدي أحكي معه ضروري. شو قالك المحامي؟ قال لي لشو هالعذاب؟ شو الفرق إذا كانت المزرعة باسمي ولا باسمك؟ ضروري نحط تكاليف نقلها على الفاضي. ايوه، وانت شو قلت له؟ قلت له يلعن ابو المصاري، ادفعه ولهمه، رغبة سحر حبيبتي اغلى من مال العالم كله. تسلم حبيبي. وهلا وين رايح؟ على المزرعة. أنا مزرعة؟ مزرعتنا. قصدك مزرعتي. وشو رايح تعمل بمزرعتي؟ مواعي جماعة مهمين فيها على الغدا، ومين بيعرف يمكن ارجع من هنيك ومعي حق مزرعة تانية. شو هالحكي؟ الجماعة عندهم مشروع كبير وبدهم مساعدتي، وإذا ما ساعدتهم بمشروعهم ما بيمشي، لذلك رح يدفعوا لي اللي بدي إياه. ماجد، هلأ المزرعة صارت باسمي من إمتى؟ ما فهمت عليكي. يعني من وقت ما هديتني إياها مبارح شفهي، ولا ما بتصير باسمي إلا لحتى يعمل المحامي معاملة الطابو؟ أنت شلون بدك إياها تكون؟ أنا بدي إياها من ساعة عيد ميلادي. خلاص، أنت اعتبريها باسمك من مبارح. اي معناتها الصفقة اللي رح تساويها اليوم مع هدول الناس المهمين رح تصير على أرضي؟ ايه، شو المعنى؟ لازم يطلع لي عمولي عليها. ولا هو، تكرم عينك. انت فكري بالعمولة اللي بدك اياها على بين ما اجري صفقة وارجع. ايه، باي باي. الله معك. والله الحقيقة تتهنى على القعدة يا سيد ماجد. الله يخليك. تفضلوا تفضلوا، اللحمة مو طيبة باردة. معك حق. يا أهلين وسهلين ومرحبتين. تفضل قاسم. بسم الله. بسم الله. أهلين أخي ممدوح. أهلين وسهلين ومرحبتين. تفضل، هالفلة ثلاثة كثير طيبين. المدام على التليفون معلم، جيب لك التليفون لو أنت تحكي معها. لا معلش، لحظة زرتري. ما قلت لك الأستاذ ماجد ما بيفض لي طلب؟ هي خليته يوقع لك على المعاملة بخمس دقايق. لا تنسى أخذ شك بخمس ملايين كمان. يعني لو طلب عشرة كنت بتقول له لا؟ لا. اضحك بعمك لكان. بدي منك شغلة تانية تخلص لي إياها من ماجد. أنت أمور وأنا جاهز وكل شيء بتمنه. بدي المزرعة، عجبتني كتير. مو تكرم عينك، هلا بس يجي منفاصله عليها. قد ما بده تفعله، معك للخمسين مليون. وإذا أخذت لك إياها بثلاثين؟ تأخذ نص الفرق لك. اعتبرها صارت لك. وأنا والأستاذ ماجد معزومين بكرة لعندك هون. وشو صار معك؟ إيه؟ قديش قبضت؟ لا تخاف، ما في حدا جنبي عم بيسمع. بس هدول ما بيجيبوا حق مزرعة جديدة. خلص طيب، ارجع لضيوفك. شو هالصفقة هاي اللي ما جابت همها؟ يلا احصد فصل الجرة. آسف على التأخير يا جماعة، بس المدام كانت عم تستشيرني بموضوع عائلي. شو؟ شاف الأكل مثل ما هو؟ ما تأكلوا؟ أستاذ قاسم أكل اللقمتين عياره وشبع، بس إذا بدك إياه يكرمك وياكل لقمة ثالثة له عندك طلب صغير. الأستاذ قاسم بيأمر، بس هو يحكي، لحد هلا ما سمعت صوته. بصراحة الأستاذ قاسم عجبته مزرعتك وحابب يشتريها، فقديش بدك حقها؟ القصة مو قصة مصاري وحقها، لو بقدر أتصرف فيها كنت قدمت له إياها هدية، بس شو؟ ما بقدر أبيعها. وإذا دفعنا لك 25 مليون؟ ما بقدر. 30؟ صدقني ما بقدر أبيعها، آسف. لا تحكي ولا كلمة، رح نعطيك 40 مليون. قل له مبروك
قوم جيب ورقتين خلينا نكتب العقد. يا جماعة المزرعة طلبتها مني المدام هدية على عيد ميلادها، وأنا وعدت أطوب لها إياها، وبعتقد ما بترضوا لي إياها. أوعد مرتي بمزرعة وبعدين أتراجع. يعني المزرعة لساتها باسمك هلا؟ إيه، بس المحامي بهاليومين رح ينقلها لاسمها. وإذا أعطيناك 50 مليون، هيك ما بقالك حجة؟ ها، بالخمسين مليون بتشتري مزرعتين، واحدة بتهديها للمدام وواحدة بتخليها عندك احتياط. قوم 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 جيب الوراق قوم. أنا آسف يا جماعة، ما بقدر. No way. عجبتني كثير هالمزرعة يا ممدوح. ولا يهمك، أنت أعطيني مهلة شهر واحد، إذا ما بلاقي لك مزرعة أحلى منها وأرخص منها ما يكون اسمي ممدوح. لا لا لا، ما بدي غير هي. خلاص، أعتبرها صارت لك. شلون؟ شلون؟ هي اتركها علي. راح أخلي لك إياه يجي لعندك، يبوس إيدك ويترجاك، تشتري منه المزرعة بالسعر اللي أنت بدك إياه. وأنا عند وعدي. إيه؟ كل مليون بتوفره عن الخمسين إلك نصه. اتفقنا. على شو اتفقتوا كمان؟ عرضوا علي يشتروا المزرعة بخمسين مليون. وبعتن إياها؟ طبعاً لا، شلون بدي بيع شغلة مو إلي؟ الله يصلحك يا ماجد، هي بيعة بتتفوت. لسه مبارح كنت عم تقلي إنه ما بتسوى أكتر من 30 مليون، ليش ما بعتها بخمسين؟ شلون بدي بيعها يا سحار؟ المزرعة هلأ ما عادت بقيمتها المادية وبس، هلأ صار إلها قيمة معنوية كمان. هي هدية مني إلك بمناسبة ميلادك، والهدية لا بتنهدى ولا بتنباع، مزبوط ولا أنا غلطان؟ مزبوط. على كل حال قولي لجميلة تعملنا فنجان قهوة وتعالي نشربها برا سوا بالجنينة. حاضر. يا حبيبي على الهدية يلي لا بتنباع ولا بتنشرى. جميلة؟ يا جميلة؟ نعم مدام. اعملي فنجان قهوة وطالعي لعمك ماجد لبرا. قدم له اياها انا ولا بتقدميها حضرتك؟ لا قدميها انت. حاضر. الو؟ ايوه؟ انا موجود. مين بيريده؟ طيب لحظة زفتريت. ماجد في مكالمة لك. من مين؟ ما بعرف، واحد قال صديق قديم إلك واسمه موفق. موفق مين؟ موفق عبد الباقي. أوه، شو ذكروا فيني هلا؟ صار لي 50 سنة لا شفته ولا سمعت صوته. ألو؟ أيوة، أهلين موفق. أهلين، أهلين وسهلين مرحبتين. شلونك يا رجل؟ لك هيك لا بتسأل ولا بتمر ولا منشوفها. سمعني أخبارها. يا ميت مرحبا. ماشي الحال نشكر الله. انت شلونه؟ شغلك شلونه؟ الحمد لله. ايه مور؟ نعم؟ ايه من عيوني تكرم عيونه. ايه على عيني بخدمك بعيوني. ايه؟ لا امرق لعندي هلا. امرق هلا. ايه ايه هلا قاعد مالي طالع. ايه طيب، لكن بكره الساعة 12 بنلتقى هنيك. ماشي؟ اوعى تتأخر. طيب طيب موفق. يا اهلا وسهلا. مع السلامة يا سيدي. شو بده؟ ما بعرف، قال شغلي مهمة كتير. شو؟ شايفة الصفقات بلشت تهل عليك هل؟ هذا كله من وشي عليه. هو إجا عيد ميلادي من هون وأنت بلشت تقبض من هون. شايفة شايفة؟ لك يسلم لي وشك الحلو. طول عمره حلو علي أنا.
مرحبا موفق. اهلا اخي ماجد، شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ خليال الله، زفت والحمد لله. لا خير، شو في؟ واقع بورطه ومالي عرفان شلون بدي اخلص منها، ففكرت فيك، قلت لحالي بركي بتساعدني. بسيطه، لا تحكي الهم وتتضايق، مشكلتك محلوله، تكرم عينك. قل لي قديش لازمك؟ مليون؟ مليونين؟ ثلاثة؟ قديش؟ مشكلتي أكبر من هيك. قديش؟ 20 مليون. 20 مليون؟ لا كتير، أنا ما معي سيولة بهالمبلغ النقدي أبداً. أنا ما بديك تعطيني. لكن شو بدك؟ أنا بديك تخلصني من اللي عندي. خلصت من اللي عندك؟ ما فهمت عليك. يا سيدي رح أفهمك. أنا من 5 سنين يوم آخر مرة شفتك فيها تعينت رئيس دائرة مالية بمؤسسة من مؤسسات الدولة، وبتعرف المصاري وإغراءاتها والنفس ودناءتها، مديت إيدي وهبشت. وكشفوه؟ لا ما حدا كشفني. لكن شو مشكلتك؟ بهالخمس سنين درت جمع لي حوالي 20 مليون، اشتريت فيهم شقة وسكنت فيها. يا سيدي ألف مبروك، بس أنا لحد هلأ ما فهمت شو مشكلتك. المشكلة إنه سمعت لك اليوم من مصادر موثوقة إنهم رح يبلشوا يسألوا الموظفين من أين لك هذا، وخايف لا يوصلوا لعندي ويسألوني منين جبت حق الشقة. شو رأيك تشتريها مني؟ ببيعك إياها ب15 مليون، شقة بتاخد العقل. ومين قال لك إنهم بدهم يبلشوا يسألوا الموظفين منين جابوا أملاكهم؟ مصدر موثوق. أنت متأكد؟ لك طبعاً متأكد، لو ماني واثق من الشخص اللي خبرني ما كنت بعت شقة بتسوى 20 مليون 15 مليون وخسرت 5 ملايين. لعمة، هي مو مشكلة، هي مصيبة. ما في غيرك يخلصني منها، وإذا ما معك المبلغ يعني أعطيني 10 ملايين والخمسة الثانية بتعطيني إياهم بعدين. شو قلت؟ شو بدي أقول يعني؟ طبعاً لا. لا يا ماجد، هيك بتتخلى عن صديقك وقت الزنقة؟ ما كان أملي فيك هيك بنوب. أنا ما عم أتخلى عنك، أنا هلأ صرت بدي مين ينقذني. ليش أنت كمان؟ عندك شقة مثل شقتي؟ شقة وبس؟ قول الله يعيني. هلأ ممكن تفهمني ليش أنت خايف كل هالقد؟ رفيقك قال إنه رح يحاسبوا بس الموظفين، يعني ما حدا حيقرب ناحك، فلشو أنت خايف كل هالقد؟ ليش أنا شو؟ مو موظف؟ أنت مدير عام. مدير عام ولا مدير، بضل موظف، ومعاشي لو جمعته 100 سنة من دون ما أصرف منه ولا فرنك ما بيجيب لي ربع هالفيلا يلي ساكنين فيها. بسيطة، إذا سألوك بتقلن إنك ورثت عن المرحوم أبوك. ما رح يصدقوا، أبي عاش فقير ومات فقير، ما معه بجيبته ولا هللي. طيب قلن إنك ربحت ورقة يا نصيب. ورقة يا نصيب؟ الأملاك اللي عندي بدها 50 ورقة يا نصيب، تربح كل وحدة فيها الجائزة الكبرى ليغطوها. طيب قلن إجوك هدايا؟ ممنوع الموظف يقبل هدايا. إيه معناتها سجل لي كل أملاكك باسمي، وهيك ما بيضل معك ولا فرنك يسألوك من أين لك هذا الفرنك. ما شاء الله حولك شو ذكية، أنا وأنتي نفس الشيء، أملاكك أملاكي، يعني رجلينا بالفلقة سوا. لازم نقدم بيانات مقنعة عن مصدرها. إيه معناتها ما ضل قدامنا غير حل واحد، وأنا مستعدة ضحي بسعادتي وأقبل بهالحل مشانك. وشو هالحل؟ تسجل لي كل أملاكك باسمي وتعطيني كل مصرياتك اللي بالبنك وتطلقني، وأنا بوعدك، ها بوعدك إني ما أتجوز غيرك، ومصرياتك رح تكون بأيدي أمينة، إمتى ما تستا رح تلاقيها قدامك ومو ناقصة ولا فرنك. حتى هالحل ما بيمشي حاله. ليش؟ لأنهم رح يسألوني وين حق الأملاك اللي بعتك إياها، ومنين أجتني الأملاك اللي بعتها أصلاً. يعني ما رح يكتفوا بالوقت الحاضر، لا أكيد رح يرجعوا لورا ويبحبشوا بأملاكي يلي كانت على اسمي من يوم ما توظفت لهلا. طيب وشو بدك تساوي؟ ما بعرف يا سحر، ما بعرف، أنا عقلي رح يطق، ماري قدران فكر منوب. طيب لنفرض صار وسألوا ولقوا إنه في أملاك باسمي أو باسمك، يعني شو رح يعملوا؟ بدهم ياخدوهم ياخدوهم، ايه انت بسنتين ثلاثة بتطالع قدهم. هلا انت غبية ولا عم تتغابي؟ يعني ان شاء الله مفكرة انهم اذا اثبتوا علي الكسب غير المشروع رح ياخدوا اللي عندي ويتركوني. لك شو رح يساووا؟ رح يحطوني بالحبس، وكل ما كانت ملاييني اكثر رح تكون سنين سجني اطول. لي على قامتي، معناها هيك مصيبة عن حق وحي. اسمع، لقيت الحل. شو هو؟ ما في غير تبيع الفيلا والمزرعة وبيت بلودان والشاليه وسيارتي وسيارتك، وتسحب المصاري من البنك وتلمهم كلياتهم المصاري وتعطيني اياهم، وانا بهرب يوم برات البلد، وانت بعدين بتقدم استقالتك وبتلحقني بسرعة. ومين بده يشتري منها هالشغلات كلياتها بهالسرعة؟
من جهة السيارات والفيلا اتركن علي، أنا بدبر بيعتهم، أنت تصرف ببيعة الباقي. هو ما في غيره، قاسم بيك. ألو مرحبا، أنا ماجد الأستاذ ممدوح. أهلين فيك. إيه شو أخبار قاسم بيك؟ الحقيقة يا قاسم بيك، أنا مبارح لما طلبت مني تشتري المزرعة وأنا خجلتك أخذت حالي كتير، حكيت لمرتي القصة وترجيتها تتنازل عن الهدية يلي كنت بدي اهديها ياها بعيد ميلادها مشان تسمح لي بيع المزرعة، فسمحت لي. مبروك عليك المزرعة. الله يبارك فيك، بس بديش بدك تبيعنا ياها؟ مثل ما أنت قلتوا، ما بدي لا زيادة ولا نقصان. يعني بديش؟ بخمسين مليون، أنتوا مبارح هيك دفعتوا. السيد قاسم عم يقول بخمسين مليون كتير. بالعكس، خمسين مليون سعر كتير معقول، بعدين هذا السعر انتو حددتوه مو انا. مزبوط نحن حددناه، بس هالشي كان مبارح مو اليوم. ايه وشو فرق بين مبارح واليوم؟ السيد قاسم بعد ما عجبته مزرعتك وانت رفضت تبيعه اياها صمم يشتري مزرعة مثلها، واتفق مع صاحبها وبكرة رح يكتبوا العقد. وليش ليشتري من الغريب؟ أنا ببيعه مزرعتي بخمسة وأربعين مليون كرمالك وكرمال صداقتنا يا ممدوح. ما عجبه السعر؟ عم يقول كتير. طيب بأربعين مليون كمان ما عجبه. المزرعة اللي شافها مبارح أرخص من هيك بكتير. بخمسة وثلاثين مليون قلنا لك شفنا مزرعة مبارح أرخص من هيك بكتير. بعتقد أرخص من 30 مليون ما في حدا بيبيعكم هيك مزرعة. بدك الحقيقة ترى 30 مليون سعر مناسب، بس السيد قاسم ما له موافق عليه، بيظهر المزرعة ما عادت عجبته مثل مبارح. أضرب أنا وحظي. طيب قديش بتدفع وحقها كاش وفوراً؟ السيد قاسم عم يقول بيدفع 20 مليون. 20 مليون؟ لا قليل كتير. مثل ما بيقولوا المصاروي، بين البايع والشاري يفتح الله، ما عجبك السعر ما حدا بيجبرك تبيع. طيب انا رح اقسم البيدر بالنص، خلوها 25 مليون. عم يقول ما بيدفع غير 20 مليون. موافق. شلون بتحبوا الدفع؟ الدفع فوري، المصاري والعقود جاهزين بالسياره، قوم جيب اوراق المزرعه وتعال تمضي تقبض وتمشي. ماشي الحال، خمس دقائق وبرجع لكم. مبروك عليك المزرعة قاسم بيك. شو بدي ساوي يا ماما؟ حظي طلع عاطل، يعني ما لحقت اتهنى بالمزرعة. ايه ماما الإشاعة مزبوطة، وكل رفقات ماجد عم يبيعوا أملاكه. لا ماما، من هالناحية طمني، المصاري كلها رح تكون معي وأنا اللي رح أتصرف فيها. ماما أنا ما فيني أحكي لك كل شي هلأ على التليفون، بخاف يكون تليفوننا مراقب. طيب ماما مع السلامة. ها كمان يمكن إجا ماجد. إيه خلص بعدين بحكي لك، مع السلامة. أهلين ماجد. أهلين. طمني شو صار معك؟ مشي الحال، بعت كل الأملاك اللي باسمي وقبضت حقهم. ولمين بعتهم؟ لقاسم بيك وبنص حقهم كمان. بس مو قليل هيك؟ لك احمدي ربك اللي التقى واحد مثل قاسم بيك حتى يشتريهم بهالسرعة هاي ويقبضني كاش كمان. طيب وين المصاري؟ ليكم بالشنطة قدامك. أصبح بكرة بتنزل على البنك وبتسحب كل المصاري وبعدين نجمعهم كلهم مع بعضهم ومنسافر برات البلد. أنت ادعي لربك يطلع علينا الضو وتلحقي تبيعي وتقبضي، وإلحق أنا اسحب مصاري من البنك قبل ما يطبوا علينا ويحجزوا أموالنا المنقولة وغير المنقولة. معقول يساووها بهالسرعة؟ ليش لا؟ كل شيء معقول. طيب.
هدول كل اموالنا. بيعيشونا احسن عيشه برات البلد. ما بدك يوصلوا لبرات البلد بالاول. ولا يهمك، انا اتفقت مع واحد شوفير يطالعني انا وياهم برات البلد وياخذ منه النسبه 10%. ايه وبركي اخذوا نهرا. لا لا تخاف، الرجال مضمون. ايه ما في شيء مضمون بهالايام، خاصه مع هيك مبلغ. اذا خايف عليهم اتصرف انت بمعرفتك. انا ما بقدر. ايه معناتها اتركني انا اتصرف. تعا ساعدني لنحط المصاري بالاكياس، لانه بعد ساعه رح يجي الشوفير ياخذني انا وياهم. يلا امشي. تفضل يا سيدي. هاي المبلغ اللي اتفقنا عليه هو صعي كبير شوي، بس بتستاهله لانك لعبت دورك بمهاره. يا سيدي ايمت ما بدك ياني العب هيك دور خبرني بتلاقيني جاهز. بتعرف عجبتني كثير اللعبه، شو رايك نلعبها مع شي واحد تاني؟ عم تفكر بشخص معين يعني؟ هو هلا بذهني ما في حدا بتنطبق عليه شروط اللعبه، بس الا ما الاقي. على كل حال بس تلاقي عمل لي الو بتلاقيني عندك. بس إلي عندك طلب صغير. شو هو؟ بدي اياك تصور لي رفيقك ماجد وانت عم تخبره الخبريه بكره، لشوف وشه لونه شلون بده يصير. حسيتي اطمن ما راح يفضل بوشه لون بنوب. السيد الوزير، مقدمه ماجد الماجد، مدير عام مؤسسة الاستقامة، أرجو قبول استقالتي اعتبارا من تاريخه لأسباب صحية واجتماعية، وشكرا. ولكم فائق الاعتراف. صباح الخير يا أنسي. صباح النور. الأستاذ ماجد موجود؟ إيه موجود. ممكن أقابله؟ بخصوص؟ مسألة خاصة. طيب مين قال له؟ قال له موفق، صديقه موفق. طيب ماشي لحظة. أستاذ ماجد، سيد موفق عندي بده يقابلك. طيب. أهلا وسهلا، تفضل. شكرا. صباح الخير أبو ماجد. جيت بوقتك، هلأ كنت بدي أتصل فيك. خير شو فيه؟ يا سيدي لقيت لك شرة لشقتك، يمكن يخلصك منها ويشتريها بنص حقها ويدفع لك كاش. إيه بس أنا بطلت بيع. ليه؟ لأنه المصدر الموثوق يلي قال إنه رح يبلشوا يسألوا الموظفين من أين لك هذا، رجع وقال لي إنه رجعوا عن قرارهم وبطلوا يسألوا حدا عن مصدر أمواله، وأنا جاي لبشرك مشان ما تتسرع وتبيع شيء بخسارة. وليش بطلوا يسألوا حدا عن مصدر أمواله؟ قال إذا بدهم يسألوا رح ينتلى السجن مدراء عامين، بقى مين بده يدير منشآتنا الاقتصادية؟